بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم من جديد ومعكم حسين كرم. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي تلغي التحديث إنترنت داون لود مانجر. طبعا كتير ما بينزل تحديث أو بينزل البرنامج بتاع داون لود مانجر على الكمبيوتر عنده ويثبته أو بيثبته باتش أو بيشتريه من موقع رسمي، تمام. وبعد كده بيبدأ يشغل البرنامج، وبعد أسبوع أو اتنين بيجيله التحديث بتاع البرنامج. طبعا انت لو حدثته هيلغي معاك الباتش او الكراك اللي انت كنت عامله ويضيع منك التفعيل بتاعه. وطبعا لو انت حدثته هيحتاج منك التفعيل بتاع الموقع الرسمي ذات نفسه. طبعا انا هريح دماغك من كل دوت وهتنساها خالص بمشكلة بسيطة جدا وهتقدر تحلها. طبعا اول حاجه تيجي تدوس عليها هنا هتدوس على ويندوز، ويندوز ار اللي هو ريان. تيجي تدوس هنا، تيجي تكتب هنا، تيجي تكتب هنا ار ار اي جي اي دي اي تي ريجيت اديت. بعد تيجي تدوس اوكي، كده تيجي تدوس يس من هنا اللي هو ريجستير اديتور. وطبعا هنا هيجي يظهر لك الملفات ديت، هتيجي تختار اللي هي ال HKEY generator user. طب هتيجي تدوس عليها من هنا، تيجي تخش على السوفت وير من هنا، تيجي تختار السوفت وير. من السوفت وير دوت اللي فيه البرامج اللي انت مثبتها عندك على الكمبيوتر، وهنا تختار الداونلود مانجر من هنا. طبعا تيجي تحدد على اي واحدة من هنا وتدوس حرف ال L. عدم ما يجيلك حاجة اسمها last check. كله حرف ال ال عدم ما يجيلك حاجة اسمها last check. طبعا في حاجة تانية جنبيها، ملف تاني جنبه مكتوب عليه last check كيو واي، طبعا ما تختاروش، لازم تكون اللي عليها حرف ال A B. طبعا تيجي تدوس عليها مرتين كده هيفتح معاك بالتاريخ ده، اللي هو بتاريخ اللي بتقري من الشمال لليمين، اللي هو تاريخ 5/5/2019، اللي هو بتاريخ 5/5/2019. أنا طبعا تيجي تغير ال 19 ديت تعملها لمدى بعيد، يعني ممكن تخليها 99، وبعد كده تيجي تدوس اوكي. طبعا هنا ما يسألكش في التحديث غير في سنة 99، طبعا وحللي طبعا لما يجي يشوف ويجي يدور على التحديث بتاعك في 99. بعد تيجي تدوس اوكي، وقبل كل ده لازم يكون مقفل البرنامج من هنا خروج. تيجي تبقى عامل كده تاني وتدوس اوكي، كده تخرج من البرنامج خالص من هنا. بعد كده تيجي ترفع، بعد كده تيجي تشغل البرنامج تاني، ومش هيحتاج منك، مش هيحتاج منك التحديث الرسمي لو الابديت بتاع كل اسبوع اللي بيعمله لك. طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة لو انت مش مشترك، ولو طبعا لو مشكلتك اتحلت ما تنساش تقولي في كومنت على رأيك فيها وايه رأيك في طريقة الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم حسين كرم.